عندي كلام كتير قوي في مباراة القمة، لكن سؤال حلقتنا النهاردة هو توقعات حضراتكم لنتيجة المباراة اللي إن شاء الله بإذن الله تكون في صالح النادي الأهلي. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. وخليني أقول لحضراتكم إن في مسابقات كتير جدا ومفاجآت كبيرة جدا بخصوص اللي هيتوقع النتيجة بشكل صحيح بعد ما نعرف النتيجة النهائية عقب المباراة، واللي إن شاء الله بإذن الله برضه تكون لصالح النادي الأهلي. خشوا على صفحات القناة المختلفة وهتعرفوا كل هذه المفاجآت. وعلى مدار الحلقة طبعا هنشوف ردود أفعالكم ونشوف توقعاتكم، وكمان بعد المباراة توقعات هتكون في ملعب الأهلي. النهاردة في الحقيقة يوم خاص جدا من قناة النادي الأهلي بخصوص تغطية مباراة القمة.